عسلام. يسلمك بنتي. هدفنا هو إنشاء بيئة اجتماعية جادة لمشاكل خاصة والعمل على حلها. أنت كمواطن كيفاش نجم تساهم وتشارك باش تقدم بالبلاد وشنو تقترح؟ يعني أنا أشارك يعني بما أنني رجل علم وشيخ مشايخ مشايخ العلم يعني الإسلام والدين الإسلامي، فأنا أنصح الشباب وأنصح يعني الفتيات أنصحهم يعني بأن يتمسكوا بهويتهم ويتمسكوا بالحفاظ على بلادهم تونس العزيزة، ولا يعتقد ولا يتبع كل ناعق، كل من يناعق ويريد زرع الفوضى وزرع الفتن في هذه البلاد فلا يتبعوه، وأن يستمروا على الكد والعمل وعلى الدراسة وعلى هذا كل شيء يعني، وأن يكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني يكونوا مع الصادق. وكيف يعرف الصادق؟ الصادق هو الذي يشغل في سبيل هذا الوطن، الذي يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الشعب وصادقا مع الله. وهذا ديما نقول يعني ربي سبحانه عز وجل إن شاء الله ربي ينصر كل من يدافع عن تونس، يدافع عن شبابها، يدافع عن مستقبل شبابنا وأبنائنا وأولادنا، ويدلهم إلى طريق الصواب. بما أنت كان جات عندك السلطة شنو كنت تعمل باش تقدم بالبلاد؟ هذا مشكل صعب. أكثر وأصعب حاجة هي سياسة العباد، كما نقولوا احنا بتونس ربي خلق العباد واشتهى كما اشتهى وأراد. الشعب التونسي في مجمله شعب المسلم، لا نستطيع أن نقول غير هذا، وشعب وإن كان غير متدين مقارنة بشعوب عربية وشعوب إسلامية أخرى ولكنه شعب مسلم. فنسوس يساس يعني الشعب التونسي ديمقراطية، كما يقولوا على الديمقراطية، لا تكون ديمقراطية زائفة، لا يكون جماعة. أكثر حاجة أجري عليها هي العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية تمثل في العدالة الجبائية وعدم التفريق بين المواطن، ويكون الناس سواسية أمام القانون وسواسية في واجباتهم وفي مسؤولياتهم، وخاصة سواسية في سواسية في الانتفاع بثروات الوطن. غير معقول أن يكون يعني أهل مثلا، نجي الأهل منطقة من المناطق كما ولاية قفصة مثلا، وهما يعني قد سنوات وسنوات وهم يعني حتى صار فيها تلوث وفوسفات وعائدات الفوسفات وعائد كل شيء، لا تعود إلى منطقتهم، تعود إلى المنطقات الأخرى. أنا أدعو إلى مسألة يعني الاهتمام بالمناطق المهمشة، هذه نتكلم عليها. من مناطق مهمشة معروفة هي في الجنوب، في الوسط في الشرقي، وفي الشمال الغربي، ولا تتركز الثروات في فئة أو في طائفة أو جماعة، يعني تكون الناس يحبوا بعضهم. نريد أن يكون توادد وتواصل بين جميع التوانسة، يحبوا بعضهم، يتوانسة يحبوا بعضكم، يتوانسة يحبوا بعضكم. هذا ما يجري، هذا بالنسبة لي يعني أمر مهم هو العدالة، وما يكونش يعني ثروات تكون حكرا موجودة عن جماعة عن بعض العائلات، هم الذين يحتكرون ثروات البلاد، بيدهم كل شيء. والشعب التونسي طائفة، خاصة في هذه العشر سنوات أنا أسميها العشرية السوداء. كنت في الجزائر، عشرية السوداء ماتوا فيها 200,000 من الجزائر والجزائرية، مشيت للجزائر عديد المرات. احنا عندنا عشرية سوداء ماتوا فيها مئات من شبابنا ومن أبنائنا ومن أخواننا في الأمن وفي الجيش، وماتوا حتى يعني من المدنيين. احنا ما نحبوش عشرية السوداء أن تكون شوية حقيقة. أنا مع قيس سعيد، خلاص الكلام، أنا مع قيس سعيد ضد الفساد، ضد الفساد. شبابنا كيفاش ترى الحوار معاه في تونس؟ نعم بنتي، كيفاش ترى الحوار مع الشباب في تونس؟ حوار مع الشباب، الشباب يعني هو عماد المستقبل، الشباب هو عماد الأمة. لا يكونوا شباب كما نعمل، وإحنا بعض القنوات ترنين صور غير جيدة عن الشباب التونسي. الشباب التونسي كما رأيت الشباب الجزائري في معظمه محب لوطنه، الشباب التونسي يعني محب لوطنه، يحب أن يتقدم. وهذه الثورة الذي قاموا بها الشباب ثورة شبابية، ولكن يعني سرقت وظلموا. أنا أتفكر مرة واحد من أحد الأحزاب يقول باش ندبروا 500,000 موطن شغل، وينها؟ الشباب هزم في هذه البلاد، الشباب مظلوم، الشباب التونسي مظلوم، مظلوم من كل النواحي. أنا نبكي على شبابنا، قلتها مرة قليل وليت نبكي، نبكي على شباب تونس، نبكي لأن شباب تونس هل شبابنا المتعلم هر فر من البلاد،
هجم البلاد كما نقوله بالمعنى التونسي، غادر البلاد، ذهب إلى بلدان أوروبا وذهب إلى أمريكا وإلى كندا. هؤلاء المتعلم مهندس طبيب، والشباب الغير متعلم هاو يعاني، والشباب الغير متعلم وين مشى؟ تحرق يعني، فيهم اللي حرق لإيطاليا، وغاديك في إيطاليا فيهم حتى اللي فيني كلها البحر وأكلته الحيتان وماتوا، يعني مئات وعشرات مئات من الشباب. وعندنا شباب غرر به وارسلوه الى ميادين التوتر الموجوده في شمال، موجوده في الشرق الاوسط، ماتوا منهم بالالاف. الدوله التونسيه، ولا نفكر الباجي قائد السبسي قال لكم عندكم 7000 تونسي ولا 5000 تونسي مشاو. لا يا سيدي، مشاو 30000 تونسي على الاقل الى بؤر التوتر وبؤر التقاتل الطائفي في سوريا والعراق. ونقول الحقيقة، شبابنا يلزمنا نهتم بهم، لا يكون شباب، لا تكون بلدنا تونس مخزنا بشريا للحركات التكفيرية الموجودة في العالم الإسلامي. يكون شبابنا جاد، نهتم به، نهتم بشبابنا، نحارب المخدرات، نحارب الأقراص، منجيوش الواحد مروج صغير، نضرب الكبار. يا قيس سعيد، عليك بهؤلاء الأكابر، إن الناس على الكبار الذين يأتون بالأقراص والمخدرات، يعني شكون بشبابنا؟ كيما شكون؟ علاه نعطيك كيما شكون؟ أنا نعرفهم. هذه يا بنتي، شكون تتهم؟ أتهمه؟ لا، عندك الأمن. أنا لست أمنيا، أنا راجل كبير يخاف حتى على روحي، يعني أتهم فلان وفلان؟ عندك ناس، عندك لوبيات في تونس، عندك أناس ذوي السلطة وذوي، يعني شكون مسؤول على دخول المخدرات لتونس؟ ماني اسمع، كبارات متاع البلاد، وانا هنا اشكر امننا الوطني، امننا وابنائنا في الامن الوطني اشكرهم، يعني واذا كان بعض من الناس يشوهم الشاذ يحفظ ويقاس عليه. انا اشكر ابننا الوطني لما يقوم به من جهد، لما يقوم به من جهاد في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن هذا الوطن وفي سبيل عن الدفاع عن امننا وعن شبابنا. هل يقوموا به؟ يقوموا به الفساد، يقوموا به، يجيبوا فيه. علاش انهم يحبوا يقضيوا على الشباب من خلال ترويج من المخدرات؟ بنيتي، هي مؤامره كبيره، مؤامره من البر ومن الداخل، هو الاهم نجيبوا. انا مثلا العشر، شنو هو الهدف؟ والله الهدف يعني اسقاط البلاد، يعني هما بركه يعيشوا. اسقاط البلاد، يعني انا نشوف يعني كما لاخر مره شاب يعني ضرب استاذه، يعني شيء يأسف. اكيد ان الولد يعني محاربش، ما قالوا ماهوش متعاطي مخدرات. والله الله اعلم، يعني انا واحد ولد فك العمر هذاك صعيب. لان شوف يا بنيتي، اهله وجيرانه قالوا بان الولد مؤدب ويقوم بواجباته الدينيه، عاقل ومعروف، يعرف ابوه يعرف امه. يا بنتي، اذا هو معروف وعاقل، في ماذا في لحظه يعمل لك العمله؟ اكيد بان المخدر، اكيد. والبحث يجيب، وانا عندي ثقه في امننا الوطني، في امننا في تونس، وعندي ثقه فيهم. يعني كلمه الختام، كلمه الختام، الختام، ربي يهدينا ويحببنا على بعضنا، وربي اللهم احفظ بلادنا تونس، واهدي شبابنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي خذ بأيدينا، يا ربي اهدي شبابنا لما تحبه وترضاه، يا ربي ارحمنا، فأنت أنك خير الراحمين وأرحم الراحمين. اللهم ديما أنا هذا الدعاء متاعي، اللهم رد كيد في نحرهم، من أراد منا شرا فادر عنا كيد الكيدة، ومكر المكر، وحسد الحسد، وظلم الظلمة. اللهم 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 اغننا بحلالك عن حرام، فضلك عمن سواك، وخذ بأيدينا يا رب العالمين.